عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقتنا جديدة وحلوة ولطيفة وخفيفة. حنعمل هذه الأشكال الكيوت اللي هي overall تصلح لتوزيعات المواليد. شوفي كيف شكلها صغير وحلو ومرتب، تصلح لتوزيعات المواليد، تحطي عليها ميدالية وتتوزع وقت ما يكون عندها مولود بيبي سواء بنت أو ولد. نشوف كيف نشتغل هذه الأشياء الكيوت. طبعا أول حاجة حنعمل هذا الشكل. بسم الله نبدأ. طبعا حنحتاج إلى الخيوط، يا أما أليزة بهار أو تستخدمي ناتشورال كوتون أو أليزة كوتون جولد على حسب الخيط المتوفر، واللي تطلع نتيجة الشغلة اللي انت حتعمليها حاجة مرتبة ولطيفة. طبعا انا حستخدم ناتشورال كوتون وحبدأ بعمل هذا الشكل الكيوت. كيف حنعمل او كيف البداية؟ طبعا انا حستخدم لهذا الخيط إبرة رقم 3. نبدأ. بسم الله، عندي هنا قليل من هذا الخيط، حنبدأ. طبعا أول السلاسل اللي حنعملها حنعمل 12 سلسلة. نبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وأغلق. بعدها هعمل ايش؟ قبل ما ابدأ اعبي اعمل هاي التعليقة من 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 واغلق بغرزة منزلقة في اول غرزة اللي هي من بداية 15. أي هذه التعليقة، وأبدأ هذه الحلقة كلها أعبيها. عندي 12 سلسلة حأعبيها داخل ب24 عمود بلفة. طبعا حرتفع أول شيء 3 سلاسل، هذه أول عمود، ثم أشتغل العمود الثاني، وهكذا إلى أن أملأ هذه الحلقة ب24 عمود بلفة. كيف عمود بلفة؟ قلنا ناخذ لفة، ندخل داخل الحلقة، ناخذ لفة ونرتفع، يصير عندي 3 حلقات. ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من لفتين، ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من لفتين. الحين صار عندي كم؟ هذه أول 3، معناه أول عمود، بعدين 2 3 4، أنا حسوي كم؟ 24. هنا خلصت 24 عمود بلفة، الآن أغلق في أول 3 سلاسل. شوفي هنا حأغلق بغرزة منزلقة، هاي الغرزة المنزلقة. الآن إيش أبدأ؟ هعمل في كل عمود عمودين، في كل عمود عمودين، معنى 24 في 2 حيعطيني 48 عمود بلفة. إذن هذا أول عمود، بعدين في نفس المكان هعمل العمود الثاني. إذن صار فوق كل عمود عمودين. هذا الآن أشتغل في العمود الثاني، هذا عمود عمودين، يعني هشتغل في كل عمود فوق كل عمود عمودين فوق، حيطلع في النهاية عندي 48 عمود بلفة.
هنا نلاحظ خلصنا 48 عمود بلفة. الدور الثاني أغلق بغرزة منزلقة. الآن حنشكل جسم الأوفرال. هنبدأ أول شيء حنعمل 7 عمود بلفة. أول أطلع 3 سلاسل، هذا أول عمود. بعدين هعمل 7 عواميد بلفة، 2 3 4 5 6 7. بعدها أترك من هنا 10، أجي أحسب 2 4 6 8 10. في الغرزة 11 هعمل عمود. هذا عشان كأنه هنا الكم، نلاحظ حكون جسم. الآن هعمل 14 عمود بلفة، هذا 1. الآن هعمل الثاني، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. إذن خلصنا الجزء الأمامي اللي هو من 14 عمود بلفة. احنا عملنا اول شيء 7 اللي هي النصف الجزء الخلفي، ثم تركنا 10 سلاسل فراغ، ثم بدأت في الغرزة 11 إلين هنا كملنا 14. الآن نفس الشيء أترك الجهة الثانية كأنه الكم الثاني 10، أجي ألف الخيط حول الإبرة وأعد 10 2 4 6 8 10. في 11 أدخل الإبرة وأعمل عمود بلفة. إذا كونت الكم الثاني، أكمل 7 الثانيين، 2 3 4 5 6 7، وأغلق بغرزة منزلقة. نلاحظ كوننا جسم الأوفرول. هعمل من هذا الدور دورين. نلاحظ أنا عملت هذا الأول، ثم أعمل 1 2، هرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هذا أول عمود، ثم أشتغل في كل عمود عمود بس. هيطلع عندي 14 مع 14 يعطيني 28 عمود بلفة، داير ما يدور الأوفرول. أكمل سطرين بنفس هذه، فبيكون عندي هذا أول سطر ثم الثاني وأكمل الثالث. كملت 3 سطور، هذا الأول والثاني والثالث، جسم ماذا؟ الأوفرول. الآن أبدأ بتكوين ماذا؟ البنطلون، هذا وهذا. حبدأ أول شيء البنطلون الأول، الجزء الأول أرتفع ب3 سلاسل، وأعمل أعد من هذه إلين 14، يعني هاي دحين 1 2 3 4 5 6 7 8
تسعة، عشرة، احدعش، اثناعش، ثلاثعش، اربعتعش. خلصت. هذا دحين النص الأول، أغلقه مع الأولاني بغرزة منزلقة. نلاحظ كونت الجزء الأول من البنطلون، لأنه أصلا هي 28 صح، داير بيدور 28، فأعمل الجزء الأول 14 طبعا، والجزء الثاني هنا 14. حنكمل هنا، حنعمل من هذا الدور، الدور الأول والثاني والثالث نفس الشيء. يعني أنا الآن حرتفع ثلاث سلاسل وحشتغل دورين، هذا الدور اللي بعده الدور الثاني، وأشتغل الدور الثالث. يعني هذا واحد ثم أشتغل اثنين ثم أشتغل الثالث. طبعا هنا كملت السطر الأول والثاني والثالث لجزء البنطلون الجزء الأول. الآن خلاص الأخير حعمل زم. نلاحظ هنا، نلاحظ مزمون، شوفي زي كأنه بيضيق. طيب كيف أعمل هذا التضييق؟ أول شيء حعمل عمودين، أول شيء ثلاث سلاسل، هذه العمود الأول، ثم أدخل عمود ثاني في فوق العمود الثاني. الآن في هذول التنتين حضمهم مع بعض. أول شيء حلف الخيط حول الإبرة وأدخل في أول واحدة وأطلع، ألف بس وأخرج من لفتين وأترك هذول، ألف الخيط حول الإبرة وأدخل في الثانية وأخرج من لفتين، ثم صار عندي ثلاث لفات أخرج منهم كلهم كأنها باعتبارها صارت واحدة. يعني أنا ضميت تنتين عبارة عن واحدة. نشوف كيف الطريقة. هعمل أول شيء عمودين، إذا هنا هكرر عمودين، واحد وبعدين في اللي بعدها العمود اللي بعده. الآن هذول التنتين حضمهم كأنهم واحدة. أول شيء حلف الخيط حول الإبرة، أخرج من لفتين بس، تمام؟ ألف الخيط حول الإبرة أدخل في الثانية وأخرج من لفتين. الآن عندي ثلاث لفات، ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من الثلاث لفات اللي عندي. الآن أكرر، هعمل شو؟ اثنين عمود. إذا واحد، اثنين، الاثنين التانيين حضمهم كأنهم واحد. هاي الأولى، حخرج من تنتين بس وأروح عند الثانية وأخرج من تنتين، بعدها تكون عندي ثلاثة وأخرج من الثلاث دفات. باقي عندي هنا عمودين، خلاص أقفلهم عمودين، أعملهم عمودين. هاي واحد، اثنين، خلصنا السطر. بعد ما أخلص السطر عندي هنا أول ثلاث سلاسل اللي عملتهم، أسكرها بغرزة منزلقة. هاي غرزة منزلقة، أخرج من هاي أخرج من هنا، أعمل سلسلة ثم أقص الخيط وأشد. تكون عندي أول ماذا؟ بنطلون. الآن الثاني، أروح عند النص اللي هي إحنا تركنا هنا 14 صح؟ أروح عند أول واحد، أضم الخيط وأعمل ربطة. ضروري الربطة علشان ما تنفك معاكي بآخر الشغل. بعدها هعمل ثلاث سلاسل، حرتفع بثلاث سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة. إيش عملنا؟ 14. إذن أكمل هاي 14، اثنين. طبعا هذيك كانت الثلاث سلاسل أول عمود، دحين اثنين. طبعا هذا الخيط أخفيه مع الشغل. ثلاثة، أربعة،
5 وأكمل السطر اللي هو عدده كم؟ 14 عمود بلفة، يعني أخلص النصف الأول ثم أبدأ بالنصف الثاني من البنطلون. خلصت السطر، نلاحظ هذه آخر غرزة، الآن شوي خلصناها، الآن ضمي هذه مع هذه مع أول ثلاث سلاسل بغرزة منزلقة، كونتي أول سطر، هذا أول سطر، نلاحظ طبعا هذا الخيط بعدين حيتنضف. إذا كملت، لاحظي أول سطر من هنا وأول سطر من هنا، حكمل سطرين وحنشتغل الثالث. لما أجي عند السطر الثالث هذا اللي هو التنقيس، حعيد مرة تانية طريقة التنقيس. لاحظ هنا خلصت الثلاث الأسطر، يبقى لي الأخير، كيف حشتغل؟ حرتفع ثلاثة سلاسل كأول عمود، واحد اثنين ثلاثة. الآن هعمل العمود الثاني، الآن هذول هعمل لهم تنقيس، هذه وهذه حنعمل لهم تنقيس. كيف التنقيس؟ أول شيء أدخل أعمل ألف الخيط حول الإبرة وأدخل ألف الخيط حول الإبرة، أخرج بس من تنتين، كنا في العمود اللفة أخرج من التنتين التانيين صح؟ هنا بس تنتين، وألف الخيط حول الإبرة وأدخل في الثانية اللي بعدها، أخرج من تنتين، بصير عندي ثلاث لفات أضمهم مع بعض، لما نيجي كأنهم سلسلة، كأنهم عمود بلفة واحد فقط. الآن أشتغل مرة تانية عمودين عاديين، واحد اثنين، بعدين أشتغل عمودين تنقيس، هذا الأول وهذا الثاني، أخلص. الآن أشتغل عمودين عاديين، واحد اثنين، بعدين عمودين تنقيس، واحد هذا الأول هذا الثاني، بعدها خلاص بقالي هنا واحد، خلاص أسكر. غرزة منزلقة وأقص الخيط، بهذا تشكل عندي ماذا؟ الأوفرول. طبعا هنا كانت هذه ورا، بس أجيبها لقدام، وهنا أنظف الخيوط، أدخلها بين الغرز، عشان تختفي، وأشد وأقص الزايد. نفس الشيء للجهة الثانية، أدخل بين الخيوط بين الأعمدة، وأقص الخيط، وبهذا الشكل تكون عندي الأوفر أول. أركب عليه حلقة المفتاح والفينكة
وبهذا خلص شغلنا الجميل. الآن حنشتغل هذا الجزء، كيف حنعمل الحفوظة هذه الجميلة. حنبدأ بسم الله. طبعا كيف حنشتغل هذه الحفوظة، كيف طريقتها؟ طبعا أنا حشتغل على نفس الشيء، ناتشورال كوتون، وعلى إبرة رقم 3. حنبدأ أول شيء بستة سلاسل زائدا 3، 1 2 3 4 5 6، هاي الستة سلاسل. ثم أبدأ 3 سلاسل هذه الزيادة كأنها أول عمود، 1 2 3، هذه أول عمود. ثم ألف الخيط حول الإبرة وأدخل في خامس سلسلة، أعد 1 2 3 4 5، هاي الخامسة أدخل فيها، إذن هذا العمود الثاني. 2، إذن 3 سلاسل هاي تعتبر عمود، ثم الثاني. ثلاثة أربعة خمسة ستة، ست أعمدة. إذن بدأنا بستة سلاسل، ثم ارتفعت 3 سلاسل، يعني كلهم 9 أعملهم. حدخل في خامس سلسلة وأكمل أعمدة إلين ما أتكمل عندي 6 أعمدة عمود بلفة. حرتف على السطر الثاني، ألف الشغل وأرتفع 3 سلاسل وأشتغل فوق كل عمود عمود. هاي 2 3 4 5، هذا السادس. السادس فوق، يعني مش 3 سلاسل فوق 3 سلسلة. الآن ألف الخيط، أعمل كم سطر؟ 5 أسطر. هاي السطر الثالث، ست أعمدة عمود بلفة. السطر الرابع، وآخر سطر السطر الخامس، ونوقف إلين عشان نشكل الحفوظة. كيف نعملها؟ هذا الخامس، خامس سطر، في كل سطر كم أعمدة؟ 6 أعمدة. لازم أنتبه، لازم أعد علشان ما ألخبط في النهاية. نلاحظ حتى السطر الأخير عبارة عن 6 أعمدة مع الشغل مع هذه، لما بتطلعي أسطر بتخافي أنك تنقصي السطر، فحاولي أنك تعدي. الآن حبدأ تشكيلة الحفوظة، تبدأ تشكيلها بهذا الشكل. كيف حنبدأ؟ حلف الشغل وحبدأ السطر اللي بعده. السطر اللي بعده عبارة، هعمل في كل هنا الأخيرة الأولى والأخيرة هذول، هعمل 3 أعمدة في نفس المكان. يعني أنا أعمل أول شيء 3 سلاسل هذا العمود الأول، في نفس المكان حدخل أعمل عمود ثاني، وفي نفس المكان حعمل عمود ثالث، ثم أشتغل 4 أعمدة عادية. هذه 1 2 بدون زيادة، 3 4. بالعمود الأخير هذا اللي هو السادس أعمل 3، هذا الأول، ثم في نفس المكان أعمل الثاني، ثم في نفس المكان أعمل الثالث. نلاحظ صار، حتبدأ إيش بيتكون عندي زي مثلث، الأول والأخير أعمل 3 أعمدة. الآن الدور اللي بعده هشتغل في الأولى والأخيرة أيضا 3 أعمدة في نفس المكان. إذن حطلع 3 سلاسل هذه كأول عمود، ثم في نفس المكان العمود الثاني، ثم العمود الثالث.
وأشتغل هنا كل أعمدة إلين ما أجي عند الأخير حعمل 3 أعمدة. إذن هنا أعمدة عمود بلفة عادي، في كل عمود فوقه عمود فقط بدون أي زيادة. وين الزيادة؟ بس في أول ونهاية السطر. حنعمل في كل أول ونهاية السطر حنعمل 3 أعمدة في نفس المكان. إذا وصلنا عند قبل الأخير، الآن أشتغل السطر الثالث، السطر قصدي العمود الأخير هذا، حشتغل كم؟ 3 أعمدة. هذا الأول، 2 3. حشتغل دحين كم سطر على هذا؟ هذا السطر الأول، اشتغلنا زيادة. هذا السطر الثاني، وحشتغل 4 زيادة، حيكون كلهم المجموع 6. طبعا لما هنشتغل في كل الأربع الباقيين حنعمل في أول ونهاية كل سطر 3 عمود بلفة. إذن هنا 3 عمود بلفة في البداية و 3 عمود في لفة في النهاية في كل سطر من الأربع أسطر. طبعا خلصنا 6 أسطر، 1 2 3 4 5 6. طبعا فقط كانت الزيادة في الطرفين، هنا حنعمل 3 وهنا حنعمل 3. الآن أسكر الشغل، أعمل سلسلة وأقص الخيط. كده خلصنا الحفوضة. هي كيف حت تبدأي؟ طبعا هعمل الحواف، طبعا بس عشان تفهمي انه هي طبعا هذا الامام وهذا الخلف. الخلف حيشيل كده وكده، لكن لازم ليها حواف بتكون بلون مغاير. طبعا هذا الامام انت حتعرفي من هنا، شوفي هذا الامام وهذا الخلف. حنشتغل احنا على الامام، هعمل غرز حشو دائرة يدور القطعة هذه عشان تطلع بهذا الشكل مرتبة وحلوة. هستخدم اللون الأبيض هبدأ طبعا طولي الخيط عشان حيدخل في الشغل. هروح عند أول الطرف وآجي أدخل، أعمل سلسلة، ثم أدخل في نفس المكان وأعمل غرزة حشو. هذا أول حشو، أشد الخيط، أعمل الآن في كل غرزة غرزة حشو وأدخل الخيوط معي. هذا غرزة حشو رقم 2، آسفة، غرزة حشو هذه، بس كذا أدخل ألف الخيط. عندي حلقتين، كم غرز حشو؟ 6. هذه 5، وهنا على الطرف هاي 6. لاحظي هنا على الطرف هذا، هنا عند 6 حعمل كمان 2 عشان حعمل الدوران، صاروا عندي 2. تمام. الآن نلاحظ هنا، هنا أعمدة صح؟ هذه الأعمدة هنا أعمدة، في كل عمود الطرف هذا هعمل حشو 2 حشو، حنتقل هنا 2 حشو، حنتقل هنا 2 حشو، وهكذا إلين داير ما يدور. طبعا الخيط هذا حيمشي معاكي مخفي، حيختفي، تمسكيه بإيدك وتخفي. حتعملي كم؟ 2 حشو، 1 2. طبعا انتقلي للعمود الثاني، اهو هذا العمود الثاني، حعملت 2 حشو. طبعا هاي الخيط معاكي، 1 2. اذا ما عرفتي تمسكي الخيط حاولي انك تخليه، وبعدين بالابرة والخيط، بالابرة ابرة التنظيف اتنظفي. هاي 1، طبعا هاي الخيط الازرق خلاص استبعده،
خلاص استبعد كلهم وبعدين واحد اثنين انتقل للعمود الثاني اثنين حشو، للعمود اللي بعده اثنين حشو. لاحظي الآن هنا في أول وحدة بس، هم مش ثلاثة، هاخد أول وحدة وهعمل فيها اثنين حشو. نفس الشيء هنا ثلاثة، هاخد وحدة وهعمل فيها اثنين حشو إلى أن أصل إلى الزاوية هنا، اثنين حشو. هنا نعمل في الزاوية الأخيرة اثنين حشو في الزاوية، تمام. الآن هشتغل أول شيء سبع حشو، وبعدين هنشوف إيش هنعمل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إيش هعمل؟ هعمل 15 سلسلة. ليش؟ علشان هعمل هذه العلاقة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15، وأرجع في نفس الغرزة هعمل حشو اللي هي السابعة، هعمل حشو وأكمل حشو إلى نهاية طرف الحفاضة. كل حشو إلى الطرف الثاني. الطرف الثاني هنا هنعمل اثنين حشو، هنشوف كيف. وصلنا إلى ما قبل الأخير، هنا حشو بالأخير، هنعمل اثنين حشو. هاي واحد اثنين. الآن بهذا العمود حنعمل اثنين حشو، واحد اثنين. حنتقل للعمود الثاني، حعمل اثنين حشو أيضا، واحد اثنين. في كل عمود هعمل فقط اثنين حشو. هنا اثنين حشو. طبعا انا عندي هنا قلنا في الاطراف ثلاث اعمدة، بس انا هاخد عمود هعمل داخله اثنين حشو. وصلنا للاخير، هاي اثنين حشو قبل الأخير. آخر عمود حنعمل اثنين حشو. طبعا احنا بدأنا بحشو واحدة، حنعمل في نفس المكان حشو عشان في كل زاوية احنا عملنا اثنين حشو، صح؟ بس وأدخل في واحدة وأسكر بغرزة منزلقة، أرتفع بسلسلة ثم أقص الخيط وأشد. أتكون عندي ماذا؟ الحفوضة. الآن أشوف الزوايد، إذا هذه خلاص ثابتة أقصها لأني ثبتها، وأيضا هذه ثابتة أشد ثابتة. بس آخر واحدة هذه اللي قصيناها حنثبتها، ننظف شغلي، حدخل ما بين السلاسل ما بين الحشو، أخفي الخيط وأشد. أقص.
الآن عندي هذا كله الخلف، لاحظي بيبان عندك هذا الأمام. أنا حشتغل بالخلف وحبدأ إيش أعمل؟ ألف هذه إلى الأمام، وهذه أجيبها إلى هنا، وهاي أجيبها إلى هنا، وتكونت عندي الحفوضة. طبعا هنا هعمل إيش؟ بمسدس الشمع وأبدأ أضم هذه إلى ها، لازم أركز إنها للنص، وهذه إلى ها، وأبدأ ألزق. نلاحظ الآن أركب الفينكة. طبعا هنا فيونكة وهنا هنا فيونكة، هاي الفيونكة جاهزة، وألزقها بمسدس الشمع. وعندي الفيونكة الثانية للأوفر أول. تقدري بالشريط تعملي فيونكة أو تجيبي من الجاهز وتلصقي، الاثنين حلوين. وعندي هنا حلقتين حق المفتاح، أدخلها في الحلقة اللي عملتها بالسلاسل، وبهذا الشكل نقدر نكمل مجموعة حلوة لتوزيعات المواليد بهذا الشكل، بهذا اللون وبهذا اللون. أشياء حلوة وجميلة من شغل إيدك.